لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن، ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان. يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني، إني أسوق موضحا لك خطة تبدوك مثل قلائد العقيان. تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو بها من آفة النسيان. أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان، ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفي جذوة الأذهان. وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني، الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان. لا تنقطع عن درس شيخك مرة واحذر من الإهمال والروضان. اذهب إليه ولو بحفظك آية فالوصل يروي ظلة الظمآن. عقب الصلاة احفظ ثلاثة أسطر مع كل فرض لا تكن بالواني، مجموعها هي عشرة مع خمسة في كل يوم باسم ريان. مجموعها في ستة يا صاحبي تسعون سطرا وضحت ببياني، في سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخان. إن شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان، مجموعها خمسون مع مئة إذن في كل شهر يا أولي الحسبان. راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني، راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوان. وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهذيان. واقرأ بوردك في قيامك بالدجى فالليل فيه لطائف المنان. في سائر الصلوات أيضا فقرأ واشكر لربك واسع السلطان، وانظر إلى الآيات إن النظر عون لنقش الذكر في الأذهان. واحفظ فؤادك ما استطعت من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن. وعليك بالمتشابهات فإنها عون لحفظ الذكر والتبيان. إن التشابه في القرآن كرامة للحافظ المتدبر اليقظان. وإذا نسيت الحفظ أو كثر الخطأ لا تيأسن فذا من الشيطان. وإذا ختمت فراجعا في سبعة متأسيا بنبيك الإنسان، وابرأ من الشرك الخفي وشره واطهر من الأحقاد والأضغان. لا تنتظر أبدا ثناء من أحد أو مأربا إذ كل شيء فاني. سر خاشعا والبس ثيابا طيبا متطيبا بالطيب والريحان. وخذ السواك مع القرنفل في فمك متنظفا لحلاوة القرآن. ودع القبائح والرذائل والمراء لا تغدو في الأفعال كالصبيان. ودع القراءة في مكان سيء كمكان أهل الفسق والعصيان. ودع التسول بالقرآن وعش به رجلا كريم الطبع غير جبان. واستغن بالقرآن عن دنيا البشر ثم استعن بالخالق الرحمن. نزل القرآن لتعملوا قومي به لم يأت للزينات والأحزان. يا حامل القرآن فاقرأ وارتق رتل فأنت المؤمن الرباني، بل أنت خير الناس قال المصطفى بحديثه المروي عن عثمان. يا
Thank you for listening to the poem, and if you like it, make a like and comment and subscribe, and thank you very much.